عرفني عن حضرتك. ياسر غبان من الجلاء، ياسر عندك كم سنة؟ 37 سنة. شو صار معك؟ أنا شردت من دار من الكرامة، اتوجهت للفلوجة، وبرضه شردت من الدار في الفلوجة، نزلت على دارنا السابع معسكر جباليا. ما فقدنا إلا 3 صواريخ نزلت على دار جارنا، نزلت العمارة فينا. الصوابط أنا ومرته وأولادي وأولاد حماته، وحماته كلهم استشهدوا، ما نعرفش عنهم حاجة. من 18 10 ما بعرفش حاجه عن مرته ولا عن اولادي لحتى الان. حولونا على الاندلسي، عملت عمليه في الاندلسي، بقول مقص رجلي، ما رجش خليهم يقصوها، الحوض عندي مكسور ورجل رايحه، ضلتني حامل رجلي، عملوا لي عمليه الحوض ورجلي ضلتني حاملها. حولونا على كمال عدوان بعد 4 ايام، في كمال عدوان قالوا لي ما فيش الا ايش عده لرجلك، بدنا نحولك برا. قلنا لهم ماشي. ما فقدنا الا حولوني هنا في 18 11 على ناصر. في ناصر هنا قالوا لي هذه عمليتك برا، ما فيش ان عندنا بلاتين داخلي حوض. قلنا لهم ماشي. حولونا على وين؟ على الاردني. في الاردني عملت عمليه، برضه العمليه مش ناجحه في المستشفى الاردني. وروحت من الاردن يعني عملوا لي عمليه اول يوم، ثاني يوم قالوا لي خروج في الاردن، جابونا على ناصر. في ناصر رمونا وين؟ في المستشفى جوا في الممر، يعني ولا دكتور دور علينا ولا حاجه، قالوا لي انت خروج. اقول لهم كيف خروج وحالتي بتسمحش لخروج؟ قالوا لي دبر حالك في مدرسه، دبر حالك في عند واحد صاحب. اقول لهم يا عم انا بدي اتابع حالتي، انا عندي غيارات للبلاتين. من مثل اليوم الحمد لله ما حدش دور على حالتي، بعمل يعني صور اشعه من دكاتره هيك تعرفت عليهم، بيعملوا لي صور اشعه وبصور صور. المهم في الاخير قالوا لي عمليتك هذه مش ناجحه، استنى تحويلتك قبل ما تطلع برا. قلنا لهم ماشي. صرنا يجي التحويله، بقول لك في ناس ابدا من الناس، انت لسه بتتنفس وفي ناس مش لاقي النفس. قلنا لهم ماشي. صرنا نجري. اللي هو طلع قرار البارح في الليل ممنوع السن 19 يطلع على الخارج، اللي اقل من 19 يعني زي انا رجلي تقعد هنا وتعفن. شو بتحب توجه رسالة للعالم؟ حسب الله ونعم الوكيل على جاب لنا السبب هذا. هاي بدي احكيه يعني انا اكثر من هيك ما فيش، ويعني ولا واحد مدور علينا في اي حاجه، ولا في مساعدات ولا في اي حاجه. يعني اللي هنا اللي بقى معاه شويه مصاري خلصت، يعني قعدنا شحادين. لا الحمد لله، الحمد لله اننا شحادين صرنا في ناصر، ولا واحد مدور علينا في مال ولا في اكل ولا في شرب. كل واحد بيخش بناخذ منه رغيف، كل واحد بيخش بناخذ منه علبه اي حاجه. تمام، يعطيك الف الله يعافيك.